خلينا نبدا المحاضره بتاعت النهارده بالشوط اللي هو بتاع مصطفى ده، شوط اكسترا كده كنت مديه لمصطفى بصراحه، وهو اجاد يعني، احنا ما خدناش حاجه خالص غير الموديلنج وما خدناش غير اللايك، فشابو ليك يا مصطفى يعني، خدت بالك؟ طب في كام زتونه كده؟ اه طبعا، بس الزتونه ما تتحسبش عليك، تتحسب ليك انت، خلصت الشغل من غير ما انت تكون واخد الحاجات دي يعني. في حاجه كنت لسه بتكلم فيها مصطفى قبل ما قلت له هسجل، اللي هي موضوع النمش او النقش الابيض ده، شاف حد شايفه اه ولا لا؟ تمام، بكسلة دي. اه لا، ما انا قاصد الكلام ده بقى، هي الموضوع ده مش بكسل، الموضوع ده اسمه نايز، مش احنا اتكلمنا عن موضوع السب ديفيجن؟ ايه الصمت الرهيب ده؟ صوت قطع يا باشمهندس، حضرتك ها؟ كل كلمة على النت. انا مش سامع حاجه، صوت حضرتك قطع. صوت قفش انا يا النت جماعه، عندنا. طب صوت انا يا جماعه بيقطع عند حد يعني؟ عايزين اجماع بس عشان نشوف لو عندي او مش عندي. لا كده تمام مظبوطة. ده الصوت رجع تاني يعني. طيب بص، انا بتكلم في موضوع النويز، احنا اتكلمنا في موضوع النويز ده قبل كده. تمام. تمام. طب هو ده بيجي من ايه؟ بيجي من حاجه من اتنين، يا اما هيكون سوء توزيع اضاءه، يا اما ان انت المفروض تروح تحط حاجه اسمها سب ديفيجن. مش احنا اتكلمنا مش اتكلمنا في السب ديفيجن، واتكلمنا في عدد البكسلز، وكل بكسليه السب ديفيجن دي بتتقسم كام واحده؟ انا محتاج حد يرد عليا. طيب الصوره بتاعت مصطفى دي فتحت سكه لحاجه اسمها او وظيفه اسمها سب ديفيجن. ايه هي السب ديفيجن دي؟ اصل اي صوره اي ما كانت، وبرضك قولوا لي لو احنا اتكلمنا فيها اه او لا، اي صوره اي ما كانت بتتكون عندك من عدد من البيكسل، لو حد فاكر اللي احنا بنظبطها منين، اللي هي الويتس والهايت، واللي انا بروح اظبط الطول والعرض والريشيو بتاعتها واحط اللوك، وبعد كده ابتدي ان انا ازود الريزولوشن بتاعتي وانا بفاينل. تمام يا باشمهندس. دي تمام؟ اه الحته دي حضرتك. طيب وبعد كده قلنا اه دي تمام يا باشمهندس. وبعد كده وبعد كده يا مريم جينا اتكلمنا، طب هي دي مقاسها قد ايه؟ ساعه سلمى لما سالت فقلت لهم من قائمه ريندرنج في عندك حاجه اسمها برين سايز اسيستنس، لو انا حبيت اروح احسب مقاس وطول وعرض الصوره بس بالسنتي او بالملي، بالانش او بالملي، حاجه اسمها ايه معلش تاني؟ تمام، من قائمه ريندرنج برنت سايز اسيستنت لي. ساعه لما جيت سالت سلمى قلت لها دلوقتي انت عندك مقاس الصوره، لو انت عندك شاسيه والشاسيه ده عايز اطلعي منه صوره مقاسها كذا سنتي بكذا سنتي لو انت هتطبعي، فاتكلمنا دي واتكلمنا في تي اي اف. تي اي اف دي اللي هي الاكستنشن فايل اللي بيطلع عندك من الصور. تمام. عشان ما كنتش موجود انا المحاضره يوم دي. يوم انت غبت. فانت عندك دي كده، انا بروح احدد طول وعرض الصوره بس هنا بايه؟ بس بالملي او بالانش. فده طول وعرض الصوره هنا كده بالملي، وده حاجه اسمها دي بي اي اللي هي دوت بر انش، عدد البكسل يا مصطفى في المساحه دي. المهم ان انت عندك نقاء الصوره بيجي نتيجه ايه؟ طول وعرض وحاجه اسمها ريزوليوشن اللي هي درجه نقاء الصوره، اللي هي كميه البكسلز اللي هي كثرتها او زيادتها بتدي نتيجه الصوره عندك هاي كواليتي. جيت قلت لهم وانت بتروح تعمل عمليه طباعه، فانت بتروح تعمل الاوتبوت الفايل بتاعك بتحفظه، بس بتحفظه بأنهي اكستنشن؟ فقلت لهم في ثلاث اختيارات، يا اما تي اي اف، يا اما اي اكس ار، يا اما بي ان جي. المتداولين تي اي اف او بي ان جي. طب ليه مش جيبج اللي هي الجي بي جي يا مريم؟ لان الجيبج دي عباره عن 8 بت، يعني عدد الالوان المستخدمه في العمق اللوني او الكالر ديبس بتاعتها 256 لون فقط. فمعنى كده ان انت عندك كميه الالوان المستخدمه في اظهار الصوره يا مصطفى هتبقى اقل، زي مصطفى ما اديتهم المثال ان انت عندك صوره فيها ست الوان بس، او انت بتلون بست الوان بس. هتفرق يا مصطفى عندك وانت بتستخدم 24 لون؟ اه طبعا. هتفرق وانت بتستخدم 256 لون؟ لون في الماستر. اه طبعا هتفرق. دي اسمها يا مصطفى كالر ديبس. فمعنى كده ان انت لما تيجي تشتغل انت مش هتروح تعمل في الفاينل اوتبوت بتاعك او الفايل الخارجيه اللي انت هتخرجها هتختار جيبيج. جيبيج دي بالحب يعني حاجه كده مش فاينل. طب وانت بتفاينل هتختار ايه؟ هتختار تي اي اف. ومن جوه تي اي اف هتختار حاجه اسمها 16 بيت كالر. يعني ايه 16 بيت كالر؟ في حاجتين، في 16 بيت، يعني بص لما هتيجي تعمل هنا سيف بلاش دي كده، وانت بتعمل هنا سيف وانت بتعمل الريندر اللي هي دي كده،
واجي اختار من هنا تي اي اف، ادي الاي اكس ار ده الجيبيج طبعا مش هستخدمه الا في الحب. الاكس ار الاي اكس ار ده في الفاينل او تي اي اف او البي ان جي. فين البي ان جي؟ اهو خلاص. فانا هاجي اخد تي اي اف المتداول وهاجي اقول له كذا وهاجي اقول له هنا سيف ماشي. فبيسالك هنا يا مصطفى انت عايز 8 بيت؟ اكيد لا، انت هتختار يا اما 16 او 32. 16 بيت كلر دي 4 مليون لون، خدت بالك يا مصطفى؟ مش 256 لون، بقول لك 4 مليون لون و600 وشويه الف. انت معايا يا مصطفى؟ ال 32 دي تمام. 16 مليون لون. طب ما ناخد 32. الاغلبيه البوست برودكشن على الفوتوشوب الاوبشنز نفسها ما بتشتغلش على 32 بيت، يعني اغلبيه الاوبشن بتشتغل على 16 بيت، خدت بالك؟ فاحنا دايما طب هو ايه الفرق بين ال 16 وال 16 اللي تحت بعض؟ لا دي اوبشنز ثانيه، دي هشرحها لك بعد كده. بس اهم حاجه ان انت خلي بالك يا مريم، اللي هي 16 بيت كلر العاديه و32 بيت كلر. فانت اهم حاجه وانت بتختاري هختاري 16 بيت كلر عشان يبقى اغلبيه الاوبشنز بتاعت الفوتوشوب تشتغل عليه. ده كده الفاينل اوت بوت اللي انت بتطلعه. ده ملوش علاقه بالايه؟ بالصوره اللي بيوريها لي، ملهاش علاقه بده. عشان كده انا اتكلمت لما احمد جه قال لك ده نويز، ده مش نويز، ده حاجه اسمها اللي هي مش قصدي مش بكسله، لكن ده نويز اللي هو نتيجه سب ديفيجن قليله. ايه سب ديفيجن؟ نرجع تاني يا مصطفى عشان اتفقنا ان كل صوره عباره عن مجموعه بيكسلز. تمام. الفي ري بقى بيلعب على كل بكسلايه من دي. مش فاهم يعني ايه كل بكسلايه؟ انا هعمل داونلود للصوره دي كده. انا ممكن ابعت لحضرتك الفايل نفسه هندسه لو ما فيش مشكله. بص شايف انت المربعات الصغننه دي يا مصطفى؟ اه اللي هي تكتك ومش باينه اللي هي دي. كل مربع من دولت ليه درجه لون وليه حجم وليه مكان، وكل ما زادت المربعات اللي هي اسمها بيكسلز كل ما الصوره بقت انقى وكل حاجه، ما فيش مشكله في الكلام ده. الفي ري بقى بيلعب على كل مربع صغير من دول. طب بيلعب عليه ازاي يعني؟ بيبتدي ان هو يروح يقسمه. يعني ايه يقسمه؟ بيقسمه اجزاء. يعني دي كده 1 بيكسل، مش عارف انت شايفها ولا لا. المربع الكبير ده 1 بيكسل. الفي ري بيروح يقسم ال 1 بيكسل لاربع اجزاء. يعني لو قسمه اربعه فمعنى كده ان انت هتحط له قيمه 2 سب ديفيجن. فاهمني؟ طب مش فاهم ايه الفكره في التقسيمه؟ ان هو بيحسب الاضاءات المباشره والغير مباشره في كل مربع او كل تقسيمه من التقسيمات. يعني هي فيها افاده لما يقسمها؟ طبعا. كل ما التقسيمه زادت كل ما يا احمد ما الحسابات بقت ادق، كل ما حسابات الاضاءه عندك بقت احسن واظهارها بقى احسن ورياليتي عندك كبر بتاع السوق. طب انت وانت بتحط القيمه هنا اهو، انت بتحط كام؟ الستاندرد اصلا الرقم اللي موجود 8، يعني اللي موجود 3 دي ماكس الستاندرد. بص كده لما تيجي تقسم البكسلايه الواحده بردك يا احمد، 1 بيكسل قسمتها هنا 9 اجزاء، انت حاطط له كام؟ 3. طب لو انت 3 في 3 يعني تعالى كده، لو انت قسمت 16 جزء، انا بتكلم برضك على 1 بيكسل قسمتها 16، انت حطيت سب ديفيجن قد ايه؟ 4. انا بقول لك بقى ان احنا بنبتدي جوه الماكس الستاندرد 8، يبقى كده انت بتقسم كل بيكسل قد ايه؟ 64. تخيل بقى انا بكلمك على وقت طول الريندر وانت بتعمل فاينل. انا قلت لك ان انت عندك الكلام ده بيحصل على البكسلايه الواحده. لما تيجي يا احمد وانت بتحط هنا البكسلز، الصوره بتاعتك هتحطها كام طول وكام عرض؟ نحط 2000 وشويه او 3000 وشويه. يا نهار ابيض، 3000 بكسل وهو كل تقسيمه هيعملها في كل بكسلايه عشان كده هو بيبتدي يحلل بكسلايه من اللي موجوده، عشان كده بتاخد وقت كبير. خلاص. كميه التقسيم بقى اللي انت بتقسمها زي اللي انا وريتها لك دي كده، يعني مثلا وانت جاي هنا وكده في اي نوع لايت من الانواع اللي احنا بناخدها، خدت بالك؟ اللي هي اللي موجوده بتاعت الفي ري. الكلام ده خلي بالك انا بتكلم على اساس، مش عارف سلمى جت ولا لا، اللي هي الفي ري 4 اللي هو الفي ري نكست. كلمه سب ديفيجن اللي هي بتزود لي التقسيمات دي موجوده في الفي ري نكست على اللايت، موجوده جوه الماتيريال وموجوده جوه الرند. حد معايا ولا فين؟ تمام معقول. طب تمام. الفي ري 5 شال الكلام ده، قال لك لا احنا بدل ما نغلب الناس في اللايت وفي الماتيريال وفي الرندر، لا هنخليها في الرندر بس. خلي لك هنا اهو حاجه اسمها سب ديفيجن في الريندر فقط. عشان كده وانت بتعمل فاينل هنا اهو انت بتيجي تزود له هنا السب ديفيجن، يعني دي اللي هي الباكت اهي، واللي احنا بنقللها 8 دي بتبقى 24، وجوه الجلوبال اليمينيشن اللي هي دي بتخليها هنا ريديانس لو انتوا فاكرين، ودي لايت كاش، ودي هخليها هنا ميديوم اهي، ودي بقى هنا سب ديفيجن اهي. حد معايا ولا فين؟ في الفي ري نكست بيطلع عينيك بيطلع عينيك جوه اللايت بيطلع عينيك جوه الماتيريال وبيطلع عينيك جوه اللايت، وتحط سب ديفيجن عشان تقدر ان انت تروح تشيل النويز ده. انت معايا يا مصطفى؟
تمام. باشمهندس هو معلش ايه الفرق ما بين السب فيجن اللي هو 1000 ده وما بين اللي بره اللي هم رقمين وهايت ويتس؟ لا اللي هم الهايت والويتس اللي انا بقول لك عليهم دولت كميه البكسل اللي موجوده في المساحه. كميه البكسلز اللي هي موجوده عندك في المساحه اللي هي دي، يعني دي 800 بكسل. انت بتقسمي الرقم اللي انت بتحطيه هنا، انت بتحطي تقسيمه لكل بكسلايه من دي. تمام. خدتي بالك؟ يعني دي نتاج الصوره من عدد البكسلز. السب ديفيجن تقسيمه كل بكسل عشان تتحسب فيها اضافات مباشره وغير مباشره. يعني كل بكسل من 800 فيها 1000 سب ديفيجن. جدع. يعني هقول لك لما تيجي هنا اهو كده، او مصطفى ابعت لي الفايل يا مصطفى اللي هو اللي انت عملته ده، ابعته لي على الواتساب. ماشي خلاص انا مستنيه. حضرتك. طيب مصطفى بعت لي الفايل وكويس ان هو بعته. في اول مشكله. ايه هي المشكله؟ لما انت جيت لما انا رحت عملت فايل اوبن للفايل بتاع مصطفى قال لك ايه يا احمد؟ ميسنج اكسترنال فايلز. في عندنا زتونه في منتهى الاهميه ودايما بنقع فيها. انت شغال يا مصطفى في البيت، خدت الملف ورحت عندك الكليه او رحت الشغل، هل هتاخد الفايل بطوله بس زي ما انت بعته لي؟ لا. طب ما ايه هو الحل؟ هقول لك. اما تيجي تشتغل فايل خلاص وحطيت عليه ماتيريال، حطيت لايت، حطيت اي اس، حطيت قرود هنا اهو، تمام؟ وانت عشان تاخد الفايل ده هتيجي تطلع من قائمه فايل تقول له هنا ايه؟ اركايف. يعني ايه اركايف؟ يعني هيروح يحفظ لك الفايل بكل مشتملاته ويضغطه لك على ملف واحد. خدت بالك؟ ولو في اي ملفات خارجيه هتجيبها من اي حته، خدت بالك؟ هيحطها لك جوه الفايل ده. لما تروح عندك الشغل او في اي حته تيجي تفكها هتلاقي الفايل بمشتملاته كلها. انت معايا؟ عامل لك فولدرز بالماتيريال باللايت بالاي اس بكذا بكذا بكذا. معلش تاني يا باشمهندس، يعني انا بدل ما اعمل سيف اعمل اركايف؟ ده لازم لو هتتحرك بالفايل. طب ليه ما اعملش اركايف على طول من الاول؟ يعني دي اضمن صح؟ لا هي اركايف دي للتحرك فقط عشان تعملك. ما انت سيف انت كده كده على اللابتوب بتاعك. انت فاهمني؟ تمام. انت عملت فاينل وهتدي العميل الفاينل بتاعه او انت هتروح تتحرك بيه تعرضه على اللابتوب تاني، فانت بتعمل اركايف. يروح هو مزيب لك كل حاجه وحاطها لك جوه ده، يعني ده هو ده الفايل بتاعك بكل مشتملاته اللي في اي حته في الدنيا. على داخل الجهاز بتاعك. ده هو ده. ده معلش يعني بيتسجل في ملف ثاني ولا على السورس بتاع اللي انا عملت له سيف؟ جوه. يعني هو بيتسيب على ملف ثاني؟ لا بيتسيب جوه الفايل المضغوط ده، ده الملف والمفروض يكون فيه ملفات اللي هي الصور بتاعته. تمام. الجزئيه دي مهم عشان بتخليك وانت بتعرض في حته ثانيه غير جهازك بتلطم، هتفتح هتلاقي نفس المشكله عند مصطفى. اللي هي ايه اللي عند مصطفى؟ ان انا جيت يا مصطفى كده هيقول لي ميسنج فايل، اللي انت عندك الحاجات اللي هي موجوده راكبه على جهازك انا مش شايفها. انتوا حد معايا ولا فين؟ يعني مصطفى حاطط وود مش عارف منين. مصطفى حاطط كذا في المكان ده، الكلام ده عند جهازه هو. انتوا حد يا جماعه سامعيني؟ ايوه تمام يا باشمهندس. جبت لي اللوز ما حد يرد عليا. طيب سامعينك هندسه؟ طيب. طيب مريم انت سامعاني يا مريم؟ ايوه يا باشمهندس سامع حضرتك. طب تمام. طيب دي حاجه. طب انا عندي بقى زيتونه بالزيتونه تذكر. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي رحت جبت هنا اهو فولدر او جبت ملف من المكتبه اللي انت مديها لنا، خدت بالك؟ او عملت داونلود من الانترنت لاي ملف والملف ناقص ماتيريال. يعني ايه مش فاهم؟ يعني تعالى كده وتعالى هنا مثلا كده يا مصطفى وتعالى نختار حاجه من الحاجات دي، بس حاجه يكون فيها ماتيريال. خلي بالك عشان اللي انا بقوله ده، دي مشاكل هتتعرض عليها لوحدك وهتحتاس عشان تحلها، فخد بالك. خلاص؟ انا هاجي اجيب هنا اي ملف بس يكون فيه ماتيريال، يعني هاجي كده وهاجي اخد مثلا، تعال ناخد زرع زي ده، وتعالى ناخد مثلا، تعال ناخد دي 003 شايفها يا مصطفى؟ في فوليوم 41. 41. تعالى هنا كده نرجع 41 فين؟ 41 اهو. 003 وهاجي اخد من هنا 003 41 اهو. بص نازل لك ايه؟ مابس والمودلز. هفتح هنا المودلز اهي، ادي 003 اهي، واقول هنا اكستراكت، حطها لي على الديسك توب. ماشي. هو انت كده فكيت مين يا مصطفى بس؟ المودل. تمام. كليك يمين اكستراكت هير. شكرا. فكت. اهي. خد فين الصور؟ مفيش صور. تعالى هنا كده بس الاول شوف فايل اوبن اهي. اهي بص بيقول لك ايه يا مصطفى؟ مش لاقي الماتيريال بتاعك. لان اللي عمل الماتيريال هو كان حاططها فين؟ في الفايل لوحده.
الله الله على الاف ماكس 7 ده مين ده؟ ده الشخص اللي عمل الايه الماتيريال خلاص. فانت بالطبيعي هجي لك قرعه اهي. شكرا يعني. حد معايا ولا فين؟ طب تمام. أيوه. استنى استنى. طب ما هو الراجل ده مدينا المكتبه اللي هي الفوليوم 41 بالمابس بتاعتها اللي هي دي اهي. طب ما تفك المابس. حاضر افك المابس. حاجه كده على الديسك توب وده نعمل فولدر اهو عشان ما تتفرجش عندك على الديسك توب. دي المابس بتاعت مين؟ بتاعت الايه اللي هو 41 كله. ماشي. نزلت اعمل ريسيت لده. خلي بالكوا عشان ده مهم اللي انا بقوله ده مهم. فهاجي يا مازن كده ادي الفولدر اللي فيه الماتيريال اهو. ادي الصور الماتيريال اهي. هتشايفها؟ زيرو زيرو. خلاص. تعالى بقى نطلع من هنا وهعمل هنا فايل اوبن وهاجي اختار الزرعه بتاعتي اللي هي 003 صح؟ تمام. اوكي. اهي. ممتازه صح؟ ممتازه كمان. جت بالماتيريال صح؟ لا. اهي. وفي حد يا جماعه مش شايفها؟ اكيد لازم نحطها معاهم في الفايل او حاجه. كنت فين يا سلمى؟ ايه اللي اخرك يا سلمى؟ انا مش سلمى. انا بعتذر جدا يا باشمهندس كنت بره. انا زعلان منك على فكره. زعلان منك. ان في كام حاجه في منتهى الاهميه اتقالت ولازم تعرفيها. ماشي. حقك عليا. انا هساعدهم ان شاء الله في وسلم. لا انا لازم اعيدهم لك عشان اتاكد انت فاهمهم ليه موضوع سب ديفيجن حاجه في منتهى الاهميه. طيب بص الجزئيه دي كده الصوره جت بالماتيريال زي ما احنا شفناها صح؟ ما جاتش. طب نعمل ايه بقى؟ طب يبقى معنى كده ان انت عندك المفروض 3 دي ماكس تعرفه بعنوان الماتيريال الجديده صح؟ اللي هو فين يا ابو حميد؟ احمد ابراهيم اهو على التوب. ما هو مش عارف مش عارف العنوان الجديد. فانت تروح انت جاي منين يا احمد؟ كاستمايز. هتلاقي عندك هنا ده امر في منتهى الاهميه اللي هو امر اسمه ايه؟ كونفيجر يوزر ايه؟ يوزر اند سيستم باسز. هتقول له هنا ده ايه؟ ده يوزر اند سيستم باسز ودي 30 اي بلجنز. مش هو ده. ده مهم. ايه بقى اللي كمان مهم اخوه؟ كونفيجر بروجكت باس. الاثنين دولت هتحتاجهم هتحتاجهم، لكن المشكله بتاعتنا بتاعت الماتيريال تحل من هنا. هتلاقي عندك هنا ايه؟ اكسترنال فايل. طب استنى، هو انا كل ما هجيب صور اروح جاي معرفها هنا؟ لا، انت الصح وانت بتعمل في البدايه اعمل فولدر وحط ارمي جواه كل الصور وتيجي هنا تعرفه طريقه بحيث ان هو كل ما تنادي على ماتيريال خارجيه بتاعت اوبجكت ينادي عليها من نفس المكان. فين الفولدر بتاع الماتيريال اهو؟ فين هو؟ اهو. هو ده الماتيريال؟ يوز باث. طب انت استفدت ايه بقى كده؟ استفدت ان انت لما هتيجي تعمل اوبن للماتيريال بتاعتك اهي ريسيت وهاجي اعملها هنا كده فايل اوبن يا مصطفى. اهي. الله ده ما قراهاش. يبقى هي فين الماتيريال بتاعتها؟ تعال نشوف بقى كده. ممكن تكون واخده ماتيريال غير الفي ري. يعني دي برضك دي مشكله ثانيه. يعني انت من هنا انت بتروح توظف له فين السورس بتاع الماتيريال اللي هو الفولدر كذا. هتشايفها؟ اما هنيجي ناخد ماتيريال هعرفك بقى ان كل واحده من الزرع ده الماتيريال بتاعتها شكلها اهي. هتشايفها؟ الله. طب اللون ده، طب هو ده موجود فين؟ بص كده اما نيجي ناخد الماتيريال هو حاطه فين؟ ده فوليوم كذا ماتيريال 41 موجوده فين؟ بص ده. هتشايفها؟ يا دوبك انت بتروح نفس البط اللي كان متسجل في الاول يا هندسه. ايوه. فانت مضطر ان انت تروح تعرفه فين الماتيريال الجديده بتاعتك اللي هي دي. تاني هرجع هنا جو تو بيرنت والكلام ده احنا لسه ما خدناش ماتيريال طبعا. دي من ضمن المشاكل المهمه اللي بتطلع لك اهي. هاخد التيكتشر اللي هي دي او التيكتشر اللي هي دي كده مثلا هشوف هو حاطط ماتيريال ايه اهي. واشوف ده الباس بتاعه بتاع الشخص نفسه اللي عامل الماتيريال دي وادي له الباس الجديد اهو. يعني همشي على واحده واحده اعرفه المكان على حسب على حسب الكتله بتاعتك دي مثلا. طب الجزئيه الخضراء دي كده اللي هي دي اهي. بص اهي. حد معايا؟ حد معايا يا جماعه؟ تمام معاك يا باشمهندس. طيب عشان بس الناس ما تتوهش انا كده في عندي حلين. اول حاجه لما تكون انت هتروح تتحرك بفايل من عندك تروح انت تيجي هنا يا سلمى دي اللي انت ما حضرتهاش حاجه اقول له هنا اركايف هيتحرك لي بالفايل بمشتملاته.
طب انا رحت استدعيت اي فايل خارجي وليه الماتيريال الخاصه بتاعته؟ بعرف الباس بتاعتي عن طريق قائمه هنا كاستمايز كونفيجر بروجكت باثز، واجي اقول له هنا اكسترنال فايلز ان الفايل بتاعتي موجوده في المكان الفلاني. حد معايا؟ تمام. طيب تاني، يعني باجي اعمل هنا فايل اوبن للماتيريال، الاول حاجه اقول له ان كاستمايز كاستم يو اي بروجكت باثز اهي اكسترنال فايلز، هلغي دولت كده تاني يا سلمى اهي، يعني دولت مش معايا. ده كان في كورس تاني وبقول له نفس السكه يعني نفس الموضوع يعني. حلو، هقول له هنا اد. واحنا ايه بالظبط اللي بنلغيه؟ ده انا بلغي القديم اللي انا كنت عامله للمجاميع اللي غيركم يعني. انا هنا بضيف، باجي هنا فوليوم كذا اهي، واجي اقول له مثلا ان التيكتشر بتاعتك هي اللون الفلاني، خلاص، واقول له اوكي الموضوع انتهى. ده الباس او المكان. يبقى انت كده لما هتروح تعملي هنا فايل اوبن هيجي لك بالماتيريال الخاصه بتاعتك. فالحاجتين دولت مهمين جدا. تمام، وصلت. دي كانت بدايه بس لما انا جيت بصيت على حاجه مصطفى، فكان مصطفى باعت لي الفايل بتاعه بس من غير الايه الباس، عشان كده ايه كان المفروض ان هو يعمل اركايف. طب دي حاجه، اعمل كده اركايف يا مصطفى وابعته لي. طيب ماشي، معلش. لا لا براحتك. بص سلمى عندها اللي هو الفيري نكست، فعشان اشرح لكم بس الفرق ما بين الاثنين في موضوع السب ديفيجن. هقول تاني يا سلمى، السب ديفيجن دي اللي هي بالسريع كده البريف بتاعها، ان هي بتقسم لكل بكسليه من البكسلز اللي هي المحتوى الفايل. مش فاكره لما جينا قسمنا الفايل وطول وعرض وريزولوشن، لو انت فاكره. طيب هنا بقى عندك، هنا في النكست هتلاقي عندك سب ديفيجن فين؟ اديني كده ابروف يا سلمى. هلاقي لو انا جيت عملت لايت يا احمد اهو، ادي اللايت يا معتز، هاجي هنا هاجي اخد من هنا الفي ري اهي، واجي اعمل هنا في ري لايت يا سلمى مثلا، هتلاقي في عندك هنا جوه الاوبشنز بتاعتك سامبلنج اللي هي دي. سلمى دوسي، دوسي هنا كده يا سلمى تحت اوبشنز، ان هو مش راضي يدوس عندي. ايوه هتيجي اعمل موديفاي، مش مشكله. مش على ايه بالظبط؟ سامبلنج اهي مطفيه. حد شايف السب ديفيجن الستاندر بتاعتها مكتوبه كام؟ 8. 8 ال 8 دي يعني هيقسم لك كل بكسلايه 64 جزء. معايا؟ تمام. طب دي بتفتح ازاي؟ عشان انت برضك ما انت ما عندكيش الا 4. اطلعي كده قائمه ريندرنج. لا قائمة ريندرنج من فوق يا سلمى. واحدة واحدة. هي صفقة. هتلاقي في عندك جوه قائمة اعمل ايه بقى؟ هتلاقي في عندك كلر جلوبال دي ام سي. ايوه صح، فوق اللي انت كنت واقف عليها. اي اي جلوبال سويتش؟ لا تحت. هو انا حوليت تحت كمان، معلش اطلعي كده. ايوه اسحبي القايمه دي اهي، جلوبال دي ام سي اهي، لوكال سب ديفيجن. اي اي لا اللي هي يوز لوكال سب ديفيجن اللي هي دي. لو حطيتي على دي علامه صح خلاص هتلاقي دي نورت، دي فتحت. او احنا دوسنا على لوك نويز باتن. لا لا لوكال سب ديفيجن، بس الماوس عمال تتحرك من عندنا. ايوه دي انا سبتها اهو. طب دوسي انت، هتلاقي عندك كلمه سب ديفيجن فتحت. الله. طب دي ايه لازمتها؟ ان انا بزود سب ديفيجن عندك انت في النكست لما باجي الاقي نويز اللي انت شفتيه عند مصطفى. بس هي مشكلتها بقى يا احمد ايه؟ كنت انت بتشوف النويز دي فين وتقعد تحلل هي جايه من انهي نوع اضاءه ولا جايه في الماتيريال. الماتيريال كمان في البيري نكست فيها سب ديفيجن. هاتي كده الماتيريال اهي، كل ماتيريال واخد ريفلكشن او مش واخد ريفلكشن هتلاقي فيه كلمه سب ديفيجن موجوده في الريفلكشن، موجوده في الريفلكشن. شايف حد شايفها ولا لا؟ دور بقى، دور انهي واحده مسؤوله عن موضوع النويز. عشان كده بقول لك 5 احسن. ليه؟ شال لك السب ديفيجن من الماتيريال، شال لك السب ديفيجن من اللايت، وخلى لك السب ديفيجن فين؟ في الريندر فقط. وصلت القصه يا جماعه؟ تمام. وصلت؟ تمام. سلمى ما بتبقاش موجوده اصلا
الفايف اه موجوده في الريندرنج بس فقط. طب العب فيه خليها برقم معين على حسب كميه النويز اللي موجوده عندك. في الفور بقى تبقى قصدي وحدها 8 ما بحتاجش ان انا اعدلها. لا هنزودها طبعا لما هتلاقي نويز انت تضطر تزوديها طبعا. طب هل ليها قيمه معينه؟ لا تبقى على حسب درجه النويز كميتها اللي موجوده في الشط وعلى حسب الاضاءه او الريفلكشن او الماتيريال المسؤول عن الكلام ده. قصه كده. ففايف شالك الكلام ده خالص. خلاص؟ فالشوت بتاع مصطفى اهو. بص يا مصطفى انت كان في عندك نويز في الحته دي، حلو؟ انت عندك انت عندك فيري كام يا مصطفى؟ فايف. طيب انا هشيل ده كده. ان هو جاي من غير ماتيريال او خليه، يعني ممكن كده كليك يمين اعمله هنا هايد. وامسك ده كده كليك يمين اقول له هنا هايبر. طيب فعندي الجزئيه دي فانا هروح اعمل رندر. دي الصوره بتاعت مصطفى اهي. فانا كنت شايف الصوره بتاعت الواتساب اهي ان في نويز في الحته دي يا مصطفى شايفها؟ هي مليانه نويز بس مثلا الحته دي كده. طب انا هعمل ايه؟ وانت في وانت فايف في الفي ري 5 اروح جاي كده ستوب. مش هتستنى طبعا. ده كده كده انت عامل الرندر. اقفل. هقفل كده وهاجي اروح جاي باصص الاول من قائمه ريندرنج ريندر سيت اب اشوف مصطفى عامل الريزولوشن كام. عامله 1000 وشويه. خلي بالك ده مش فاينل، يعني انت وانت بتعمل فاينل انت ممكن ترفعه 3000. خلاص حاجه هنا في ري انت حاطط هنا باكت هنا 24 مناسب قوي الا اذا كان فيه تفاصيل حلايا وزخارف رفيعه وحاجات دقيقه لازم تظهرها. ف 24 ده حلو قوي. فالجي اي حاجه هنا خلي الريديانس وهنا لايت كاش ميديوم زي ما انت عاملها على حسب الجهاز اللي عندك واجي خلي دي 1500 ده كده ممتاز. طب تمام. تعالى بقى بالمره طالما انت هنا اهو مزود السب ديفيجن والحاجات دي كلها احط هنا اللوك وهاجي فاينل يعني اخلي دي كده 3000. لو حد فاكر انا قلت لكم الكلام ده احنا خدناه مهم ساعه لما سبناها ساعه البريك وقلت لكم نطلع ونرجع نشوف الصوره لو حد فاكر. طبعا نسيته طبعا طبعا. ماشي ماشي يا احمد. ايوه الصوره بتاعت الارشات. ايوه افتكرت اهو. تعالى بقى ناخد هنا ناخد ريجون بدل ما نستنى الفرح ده كله. باشمهندس هو الستاره ازاي معموله كده من تحت؟ نعم ازاي الستاره معموله كده من تحت؟ هقول لك حاضر. تعالى ناخد دي كده سيف. هندسه وانا كنت حاطط اي اس اصلا في الصوره دي بس مش عارف مش قد يظهر ما انت ما هو انت لازم تعملها اركايف يا مصطفى. بص لا عندنا جهاز عندي. ايوه انا عارف مش عايز تظهر عندك زود القيمه. بص بص بقى لو انت حد واخد باله بص هو بيبص على البكسلز قد ايه شايف؟ كتير جدا. غير ان عدد البكسلز كتير غير ان هو بيعمل التقسيمه اللي احنا زودناها في الفاينل. بس في حاجه في الفاينل بس في حاجه في الفاينل لازم تعملها مش عارف انت نسيت تعملها ولا لا. جوه ريندرنج هتيجي تقول له هنا اد وتيجي تقول له زود لي الاليمنت اسمه في ري دينايزر ده في اي نويز بروح شايلها. يبقى انت كل القصه تعملها من جوه قائمه ريندرنج فقط في ري دينايزر اللي هو ده. بص انا هقفل التسجيل ده بيلغي النويز اصلا. بص بص فرق النويز ما بين كان الصوره اللي موجوده ودي. معلش لما حضرتك تخلص يا باشمهندس ممكن بس اضافه الدينايزر دوت كده زي الثاني. حاضر. بص انا جيت هنا من الاليمنتس اللي هي دي رندر اليمنتس قلت له اد في ري دينايزر اهو. تمام خلي بالك هو اون مش اوف على الارقام الستاندرد بتاعته دي كويسه. اصل هو بيعمل ايه؟ بيشوف اي حته فيها نويز ويمسحها يخليها بليرد مزغلله يسيح على بعض فاهمني؟ بيسيح يعني بيكسلز مع بعض. اه وصلت تمام يا باشمهندس. تمام طيب كانت مريم بتسالني على الستاره دي. انت جايبها جاهزه يا مصطفى ولا عاملها؟ لا واخدها من المكتبه اللي هي واخدها. طيب. احنا خدنا قبل كده ان انت بتعمل الستاره ازاي يا مريم. تمام ازاي بس مش فاكره قوي بس فاكره ان احنا يعني بص يمكن اقل حاجه او اقل قيمه او اقل حاجه في عدد الفيرسيز اللي انت ممكن تمسكيها ترسميها مانيوال بايدك كده خلاص وتيجي هنا من ريندرنج انيبل ريندر انيبل فيو بورت واروح جاي هنا عاملها هنا ثيكنس اهي واروح جاي رافعها كده هتشايفها. تمام ممكن اروح جاي بلان هنا اهو
لو حد فاكر بلان عادي يا سلمى، وانا جاي هنا مزود هنا السيجمنتس الطوليه، واجي اقول له هنا كده في عندك هنا امر اسمه ويف، لو حد فاكر برضه. تمام اهي، وازود هنا الويف لينس اهي، بس هتبقى منتظمه شويه هتشوفها، واقلبها طبعا من ناحيه ثانيه روتيت، عاملها روتيت. في حاجه ثالثه يا مصطفى يا مازن اخيره، ان انت لو رحت رسمت الشيب زي ده كده، وده ليه كذا استخدام يعني، طبعا من غير ما اقول له اللي هي انيبل ريندر يعني. شايف ده كده 2 دي اهو، وهاجي هنا يا مصطفى واروح جاي قايل له هنا شيفت، واروح ساحب دي كده. طب هو مش كل ده 2 دي؟ انا خش على سبلاين اروح جاي هنا لا اتاتش، واروح واخد الاوبجكت دي كده كلها مره واحده، ثم هتلاقي في عندك هنا حاجه اسمها كروس سكشن، هدوس وان كليك. وخلي بالك انت ممكن تستفيد بدي فقط، يعني ممكن تخليها ككروس سكشن تحتاج الوايرز دي بس كده، يعني انت ممكن تيجي تقول له هنا انيبل ريندر انيبل فيو بورت وتستخدمها زي ما هي. ما مش بتكلم على الستاره، انا بتكلم على الشغل ده، شايفها؟ وممكن اجي لو انا مش عايزها عايزها تبقى سطح، انا هاجي هنا كده من موديفاي واقول له هنا سيرفس، في امر عندك من موديفاي اسمه سيرفس، لو حد شايفه اهو، هيخلي في سطح عندك لونه اسود وسطح تاني ملون عادي. حد معايا ولا فين؟ فهي الفكره كلها انت بتحاول توفر عدد البرسيس بتاعتك ازاي. وفي الاخر لو انا مش قصتي موضوع الستاره خلاص، هخش اجيبها كموديل، وانت عندك من المودلز كتير قوي. ده كان سؤال مريم. طيب مين عنده سؤال تاني؟ انا في سؤال يعني، قول يا ريت. انا لما مثلا بعمل بروجكت او شغال في حاجه وبحط الاضاءه، باجي مثلا اعمل ريندر بلاقي ان الاضاءه ظاهره، مجرد ما بحط الكاميرا بلاقي ان الاضاءه ساعات بتختفي او يبقى لونها غامق. ليه بقى؟ هقول لك بقى. بص طيب الجزئيه، ما احنا النهارده المفروض احنا نبقى شارحين الكاميرا، وانا بعت لكم الدوكيومنتس عندكم. الدوكيومنتس اللي عندكم دي في منتهى الاهميه، اللي هي مجموعه الصور، حاجه اللي هم دول انا بعتهم لكم يعني. بس انا محتاج معاك بقى، وانت مش عارف سامعني ولا لا، بس انا محتاج ان انت وانت سامعني كده انت كانك بتتفرج على فيلم مش اكتر، حدوته لا اكثر. مهم بالنسبه لي ان انت تفهمها عن ان انت تحفظها. خلاص الثلاث صور دولت انا بعتهم لكم عندكم، مش عارف حد فاكر ولا لا. مبعوثين، مهمين جدا قوي يعني، يعني فوق ما تتخيل يعني. مع اللايت دي صوره ودي صوره ودي صوره. مريم انت معايا صح؟ بص احنا هنعتبر ان انت عندك، احنا الاول هنشرحها كهاردوير، الكاميرا كهاردوير، ثم هنشرحها بقى مكساوي على الماكس. خلاص دي التلات صور اهم، وهصغرهم كده اخليهم كده جنب بعض. ادي صوره وادي الثانيه وادي الثالثه، حلو. طيب وادي هنا الماكس. طيب احنا في عندنا الكاميرا اللي هارد. مين عنده كاميرات في البيت او كاميرا بيصور بيها غير الموبايل؟ الكاميرا اللي هي كهاردوير، الكاميرا الفعليه اللي هي زي بتاعت زمان كودك والنيكون والحاجات دي كلها، فيها ثلاث اجزاء هاردوير ملموسه، في جزء منها تقدر تلمسه وفي جزء هاردوير موجود جوه الكاميرا. في حد شاف طبعا على الاقل كاميرات قبل كده زي كده؟ كاميرا عاديه اللي هو الشاتر والسنسور. انا بتكلم على الكاميرا نفسها كهاردوير. اول حاجه عندك، احنا هنعتبر ان انت عندك الثلاث اجزاء الهاردوير اللي موجودين جوه الكاميرا، في جزئيه انت تقدر تلمسها بايدك، وفي حاجتين موجودين جوه الكاميرا من جوه، يعني العلسه في الصوره اللي على الشمال اهي هي اللي تقدر تلمسها، وعندك الشاتر سبيد وعندك السنسور بتاعها، هم موجودين جوه الكاميرا. هنعتبر ان الثلاث اجزاء دولت عباره عن ثلاث بوابات. انت في حد معايا ولا فين؟ معاك. يعني هنعتبر ان دي بوابه اهي، خلاص، وهاجي هنا هديله بوابه ثانيه اهي، وادي بوابه ثالثه اهي، ادي ثلاث بوابات اهو اللي هم موجودين عندنا. استنى بس، هو انت بتقول لي، انت بتقول لي ثلاث بوابات، يعني معنى كده يا مريم ان انت عندك فتحه وقفل الباب او البوابه دي بتاثر في كميه الاضاءه اللي داخله عندك؟ مين فيكم الصبح وقافل الستائر خالص اللي هي البلاك، يجي يفتح الستاره الشوت بتاعه والمكان ينور من جوه؟ مش ده بيحصل عندنا؟
تمام بالظبط، على حسب فتحه الشباك وعلى حسب حجمه وعلى حسب كميه الاضاءه ما هتعدي. احنا هنعتبر ان الثلاث اجزاء اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه دولت هم عباره عن ثلاث بوابات. اول بوابه عندك هي عباره عن العدسه اللي هي دي، فتحه العدسه اللي هي دي، دي اول بوابه مسؤوله عن دخول الاناره او دخول الاضاءه اللي موجوده من جوه. كل ما العدسه دي كان حجمها كبير كل ما كانت كميه الاضاءه اللي هتعدي لك جوه ايه الكاميرا اكتر. حد سامعني؟ تمام. زي ما كنت بمثلها بموضوع الشباك من شويه، العدسه دي القيمه او الاماونت او الفوليوم او الرقم اللي بحطه عشان يكبر او يصغر فتحه العدسه هي حاجه اسمها اف نمبر او ابريتشر. ده الضلع الاولاني. الاكسبوجر تريانجل مثلث ده هو عباره عن ثلاث اجزاء دول. طب تمام، انت بتقول لك العدسه هي عباره عن اول بوابه، دي المسؤوله عن كميه الاضاءه اللي تخش يا سلمى عندك للعدسه، فبالتالي تاثر في درجه الصوره تبقى فاتحه ولا غامقه زي ما كان احمد بيسالني من شويه. طب تمام، القيمه اللي بتتحط يا احمد اللي هي عباره عن قيمه اسمها اف نمبر او ابريتشر. طب دي كل ما انت عندك الرقم بتاعك بيصغر، كل ما انت عندك العدسه دي فتحتها بقت اكبر، كل ما كميه الاضاءه بقت ايه؟ بقت اكبر. خلي بالكم عشان الكلام ده هيلخبطكم، وانت محتاج دايما الصوره دي تبقى على الموبايل عندك. طيب هقول تاني، فتحه العدسه اللي هي عباره عن البوابه الاولانيه اللي هي المسؤوله عن كميه الاضاءه اللي تخش لك جوه الكاميرا، المسؤوله عن كميه تفتيح وتغميق بالعاميه كده درجه الاضاءه بتاعت الصوره. القيمة بتاعتها اسمها F number أو aperture. كل ما كانت القيمة عندك رقمها صغير كل ما كانت كفاءة وجودة وخامة العدسة بقت أنضف وأغلى، وفي نفس الوقت كل ما كانت كمية الإضاءة اللي بتعديها إيه؟ أكبر. طب أنا جيت هنا زودت الـ F number يبقى أنت كده قفلت العدسة، فبالتالي إيه اللي هيحصل للإضاءة؟ هتقل. لما تشوف الصورة راحت فين؟ أهي. يبقى كل ما أنت هتحط رقم كبير كل ما هتديك السلايد. يا نهار اسود، طب انا بقى هو انا فيا دماغ؟ ده الناس بقى تقول لك الكلام ده فيا دماغ ازود اضاءه، انا عندي الديزاين بتاعي سواء كان اكستيريو وانتيريو في بلاوي سودا، وانا بقى هفتح ولا غمق؟ هل سؤال بقى من ضمن الاسئله اللي انا بسالها، هو انا ينفع يا احمد اثبت ارقام؟ اه ينفع يا مصطفى. يعني ينفع اخليها ستاندرد زي ما هي ما العبش فيها؟ اه ينفع. طب معلش، هو انت احيانا بنروح نعمل حاجه اسمها فوكس واوت اوف فوكس، مش عارف حد يعرفها ولا لا؟ اخر فرح اللي حضرتوه انت؟ فرح عادي. تمام. مش انت لما بيجي يصوروا الناس او العريس والعروسه بتلاقي ان هم فوكسد قوي واللي وراهم بلاير زغللين؟ احيانا بنشوف صور زي كده، دي اللي هي اسمها فوكس واوت فوكس. يعني انت طب معلش، طب انا هعمل بيها ايه؟ هل انت محتاج تروح تعمل الشوت مثلا لو هو بتاع الواتساب ان انت عايز تروح تعمل مثلا يا مصطفى فوكس مثلا على المنبه ده والباقي بلاير؟ انت حابب كده؟ حابب ان انت تيجي مثلا في الشوت ده تخلي ان في فوكس على المكان ده وكل اللي حواليه اوت اوف فوكس؟ اه انا حابب. يبقى انت مضطر ان انت تروح تلعب في القيم. لا، لو انت عايز كله يبقى طالع حاجه واحده يبقى خلاص، يبقى انت كده هتثبت. يبقى انا كده لو انا حبيت اروح اعمل الوظيفه اللي هي اسمها depth of field او المعنى المتداول اللي هي فوكس اوت اوف فوكس، يبقى انا محتاج احط رقم قليل. فبالتالي يا احمد هتلاقي عندك الاضاءه منوره بزياده، فبالتالي هتقدر تعمل اللي هو موضوع الفوكس اوت اوف فوكس. شايف الراجل ده والهرم البليرد من حواليه؟ تمام. طيب لو انت جيت كبرت الرقم يبقى الاضاءه يا سلمى قليله، فبالتالي كل الناس متساويه سواء الراجل سواء العريس والعروسه سواء الهرم، كل الشكل واحد، كلهم داخلين في الفوكس بتاعك. يبقى اقصد اختيارك لان انت عايز تعمل افكت هو السبب الاساسي ان انت تزود تنقص الارقام. ينفع اثبت الارقام؟ اه ينفع لو انت مش محتاج الافكت. وصلت؟ يعني انا لو قللت هيطلعوا كلهم زي بعض، ازاي بقى اخلي في اختلاف؟ معلش، لو قللت ايه؟ لو كترت الرقم ده هيبقى هيخش لايت اقل، صح؟ ايوه جدع، يبقى كلهم سواسيه. لكن لو قللت الرقم يبقى الاضاءه زياده، فبالتالي تقدر تعمل فوكس واوت فوكس. تمام. اه ماشي. خلي بالك انت، انا قعدت مثلا ساعه لما انا الكلام ده اتعلمته من سنين قعدت متلخبط لحد ما حطيت على الموبايل الصوره دي تحديدا بالذات، يعني دي تنزليها وتشيليها عندك من ضمن الصور لحد ما انت الدنيا تبقى متمرسه معاك. تمام. طيب ده الضلع الاولاني اللي هي عباره عن عدسه او الباب الاولاني يا احمد. طب الباب الثاني عندك يا مازن اسمه ايه؟ ده بالعربي شاتر الغالق. الغالق. طب اسمه ايه بالانجلش في الاكسبوجر ترانجل؟ اسمه شاتر سبيد. طب معلش، حد منكم وهو بيدوس على زرار الكاميرا لو كان حد منكم صور بيسمع تكايه بتحصل؟ اه. ايه التكايه دي؟ دي عباره عن فتحه وقفله البوابه الثانيه. هنفرض ان انت عندك البوابه الثانيه دي عباره عن بوابه مربوطه بسوسته، فتحتها وقفلتها بناء على قوه السوسته اللي موجود.
طب لو السوسته دي قويه ايه اللي هيحصل للبوابه دي؟ هتخش قوي وتطلع قوي. اه بالظبط، يعني بقى تبقى فتحتها او قفلتها قويه جدا، فبالتالي سرعتها هي المؤثره في كميه الاضاءه اللي هتعدي منها. مش انت الاضاءه جايه لك من هنا؟ تمام. مفاتح العدسه، فالكميه اللي هتدخل هنا كبيره، اللي بيتحكم في كميه الاضاءه اللي هتعدي من هنا هي الشاتر سبيد، على حسب القوه بتاعتها، على حسب قوه السوسته بتاعتها اللي هي دي. كل ما السوسته بتاعتها دي بتتحط عباره عن قيمه جزء من الثانيه، هتشايفها؟ كل ما كانت السوسته اقوى، كل ما الباب فتح وقفل اسرع، كل ما كانت كميه الاضاءه ايه؟ اقل. طيب انت عندك السوسته ضعيفه، فبالتالي انت هتحط رقم صغير، فبالتالي كميه الاضاءه اللي هتعدي من خلال الشاتر سبيد ايه؟ كبيره. يا نهار اسود، ومين يفتكر الكلام ده يا جماعه؟ ده قصه. هي ولا قصه ولا حاجه، ده انا هعملها لك في ثواني دلوقتي، انا بحفظها لك وانت قاعد معايا. انت محتاج تروح تعمل افكت اه ولا لا؟ اه محتاج، خلاص. هو ايه اللي انا محتاجه؟ في وظيفه عندك اللي هي اسمها شاربنس، او حاجه اسمها موشن بلاير. فرضا مثلا انت يا احمد رحت صورت الهرم وفي عربيه معديه، هل ثبات الهرم من ثبات العربيه اللي بتتحرك؟ لا. وانت تاخد اللقطه بلاش. صورت ابنك الصغير اللي هو الشقي اللي مش عايز يقعد، مش انت بتلاقي في الصوره طالعه فيه ناتشه الحركه بتاعته؟ بالظبط. هو اه ده الايفكت نفسه اللي هو اسمه الموشن بلاير. حابب تعمله في كايفكت في الصوره بتاعتك تديك مزيد من الواقعيه؟ لا خلاص، يبقى ثبت ارقام. حابب الايفكت يبقى انت محتاج تلعب فيه. محتاج تعمل ايه؟ محتاج احط قيمه صغيره اللي هي جزء من الثانيه عشان البوابه دي تفتح وتقفل براحتها، فبالتالي تدخل لي ايه؟ اضاءه زياده، فبالتالي يبقى في موشن يظهر. حد معايا ولا فين؟ تمام. هل ينفع ان انا اروح يا مازن اثبت الارقام؟ اه ينفع لو انت مستغنى عن الايفكت. يبقى انت عندك تاني كده الغالق هو عباره عن الجزء التاني الهاردوير اللي موجود جوه الكاميرا اللي انا مش بلمسه. هو عباره عن فتحه بوابه متوقفه على القيمه اللي هي اللي انا بحطها اللي هي اسمها شاتر سبيد، اللي هي عباره عن جزء من الثانيه. كل ما الرقم كبر، كل ما البوابه دي فتحت وقفلت بسرعه، كل ما كانت كميه الاضاءه اللي هتعدي من خلالها ايه؟ اقل. كل ما اجي احط رقم صغير فانا كده قلت له افتح واقفل براحتك، فبالتالي كميه الاضاءه اللي هتعدي منها ايه؟ كبيره. فبالتالي هقدر اعمل افكت اللي هو الموشن. الكلام ده انا مستعد اشرحه 100 حصه ثانيه لوحدها، بس المهم ان انت تبقى فاهم. انا ما يهمنيش ان انت تحفظ بقدر ما انت، المهم ان انت تكون فاهم. وهعيد ثاني وعاشر ومليون. طيب اخر ضلع بقى اللي هو اسمه ايزو. المسميات دي هتلاقيها في الكاميرا عندك، يعني انت لو جالك فضولك وفتحت السيتنج بتاعت الكاميرا هتلاقيها. الايزو دي اللي هي السنسور اللي هو حساس الالوان اللي موجود عندك في الاخر اللي هو ده. طب امتى ده انا بستخدمه؟ الستاندرد او القيمه الستاندرد فيها 100. كل ما باجي ازود الرقم، طب استنى بس، وانا هزود الرقم امتى؟ لما تيجي تاخد نايت شوت، كل ما تيجي تصور حاجه بالليل بدل الصوره ما تطلع معتمه، فانت هتزود الايزو بتاعك لرقم اكبر عشان ديك مور لايتس. حد معايا ولا؟ تمام. الستاندرد بتاعه طول ما انت بتاخد نايت شوت، تاخد داي لايت، تاخد اي وقت نهاري مضيء، خلاص فانت الستاندرد بتاعه 100. الثلاث اضلاع دولت في منتهى الاهميه اللي هم بيتحكموا في كميه الاضاءه اللي داخله لك عندك جوه الكاميرا. فمعنى كده ان احمد بيقول لي من شويه ده بقى اجابه على اللي احمد كان بيساله. ليه لما باجي قاعد اشتغل من غير كاميرا بتبقى الاضاءه فاتحه، ومجرد ما باجي اعمل كاميرا الاضاءه بتاعتك بتبقى معتمه؟ لان انت يا احمد الاضاءه فتحت العدسه عندك بتاعتك مقفول. حد معايا؟ تمام. طب انا ولا فتحتها ولا قفلتها، ما القيمه الستاندرد بتاعتك لو انت ما لعبتش فيها تقدر تزود اللايت ومش هيتحرك بعدين. طيب اللي انت قلته لنا ده بقى احنا مش فاهمين منه ولا حاجه، احنا عايزينه بقى عملي، عملي جوه الماكس. فين الشوت بتاعنا؟ تعالى نرجع كده تاني نشوف الفايل بتاعنا فين. واللي انتوا عايزينه اعيده لكم تاني، المهم تكون فاهم. تعالى نرجع فين الدبل ايه بتاعنا اهو. ماشي، ده الشوت بتاعنا اهو اللي احنا بقى بنجرب عليه كانتيريور شوت، وهنجرب اكستيريور حالا دلوقتي كمان. ده الفايل اهو. الريندر بتاعه كاخر ريندر، انا مش هروح اعمل ريندر تاني عشان ما ياخدش وقت. اعتقد ان هو ده متهيألي. اهو، هتشايفه؟ تمام يا باشمهندس. مش هستنى الريندر بتاعه، يعني انا هروح اعمله سيف كده على ما هو. ماشي، كنسل. فين الكاميرا بتاعتك؟ خلي بالك احنا اتفقنا ان احنا بنروح نعمل كاميرا عن طريقين. ايه ده ازاي يعني؟ مش فاهم. مش احنا خدنا ان انت ممكن تيجي هنا كده، ده اسمه برسبكتيف وده ضروري. وتيجي يا احمد امسك حاجه معينه زي دي كده مثلا واخش فوكس عليها، واجي من هنا ادي الكاميرا، وادي الكاميرا الفيري يا محمد يا انيس، واجي هنا
ادي الفي ري كاميرا اهي، واجي اكريتها في اي حته، واجي هنا كده وانا واقف على البرسبكتيف يا مصطفى اقول له كنترول سي ثم سي. حد فاكر؟ ايوه ايه تاني سي؟ طيب ده اللي احنا خدناه. طب في حاجه تانية؟ اه طبعا. ايه الحاجه التانية؟ ان انا هاجي، طب انا هلغي دي بقى الكاميرا دي. ايه الحاجه التانية؟ وادي الكادر بتاعي اهو اللي هو اللي كان لسه فاتحها حالا دلوقتي. ايه الحاجه التانية؟ ان انا اروح اكاري الكاميرا في اي حته. اهي حد شايف؟ طب ثم الكاميرا دي اللي هي نقطتين، دي طريقه تانية عشان اكاري الكاميرا عندي يا سلمى. الكاميرا اللي نقطتين، نقطه السورس اللي هي يعني الكاميرا اللي انت ماسكها يا مصطفى في ايدك، وده التارجت انت بتركزه على حاجه. هي موجوده فين يا مصطفى دلوقتي؟ بره بره البيت. طيب قبل ما تعمل اي حاجه يا مصطفى خليك بص هنا بعين الكاميرا. انت كده باصص فين؟ من الحيطه ده مش البيت. بره، انت باصص بره خالص. ده شيء اه. همسك التارجت بتاعي هدخله جوه. وهمسك السورس بتاعي هدخله برده جوه. شايف انت كده بقيت فين؟ جوه. بس فين؟ على الارض. على الارض. اطلع بقى كده اهو، موف وامسك دي كده واطلع. الله الله الله، ده فعلا صحيح. طب كليك يمين واقول له سيلكت كاميرا تارجت واطلع كده تاني. فين هي؟ اهو. الله 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 الله. طب تعالى هنا كده، همسك من هنا سيلكت كاميرا ايه اللي انا شغال بيه، واجي هنا كده اهي واروح جايبها كده، وتبتدي تاخد الكادر اللي على مزاجك سواء كان من فوق او من تحت. يبقى انت كده عندك وسيلتين انا بروح اظبط بيهم كادر الكاميرا او الشوت اللي انت عايزه، كانك انت فاتح الموبايل بتاعك وبتاخد لقطه بالكاميرا بتاعك. حد معايا ولا فين؟ تمام. طيب دي حاجه. ايه بقى الثلاث اضلاع اللي انت شرحتهم لنا من شويه ورحت عملت ريندر وسيبت الصوره من قبل ما تخلص؟ انت دلوقتي هتمسك الكاميرا بتاعتك سيلكت كاميرا وخش الموديفاي، وخلي بالك زيتونه ثانيه اللي بقولها يا مريم اهي، شكل الفي ري كاميرا الشكل الكثيف. هخش على موديفاي، فين الاوامر اللي انت بتقول لها عليها بقى الشاتر سبيد ومش عارف مين ومين اللي انت قعدت ترصهم لنا من شويه؟ اهي اول ضلع اللي هو اسمه ايه؟ فريم اللي هو الاف نمبر. الاف نمبر اهي اول ضلع. ثاني ضلع الشاتر سبيد اللي هو الرقم جزء على الثانيه. ثالث ضلع اللي هو الايزو اهو حطهم لك اهو، هم الثلاثه دول ماشي. طب انت قلت لنا معلش هنا يا مريم كل ما قل الرقم ايه اللي يحصل؟ بتاعت الاف نمبر الاضاءه تزيد ولا تقل؟ اما قلت تزيد. ما حدش يبص في الصوره. ها انا مش قافل كل ما قلت هتقل ولا تزيد؟ طب انا هخليها اثنين اهي، انا قللت الرقم مهندس. ها كده هتبقى منوره قبل ما ادوس رندر وانا واشيل امتحان من عليكم من التسعه بتوع النهارده. تبقى منوره كده. لو هنقلل الرقم هنزود اللايت. يا نهار اسود ده الصوره لسعت. الحق ده لسعت. يعني معنى كده ان احنا نطلع بنتيجه رجاله اللي هو ايه؟ فعلا انت عندك فتحه العدسه بتاعت الكاميرا بتتحكم في كميه الاضاءه اللي المفروض عندك جوه الشغل او جوه الشوت بتاعك. يعني انا مش محتاج ان انا اروح العب في لايت. انتوا معايا؟ حد معايا رجاله ولا فين؟ معاك بس. طيب تعالى بقى نعمل هنا مثال صغير. هو انت قلت لنا ان انت ممكن تثبتها، بس في عندك هنا ملحوظه زغزغت بيني عنينا ان انت ممكن تعمل اللي هي بليرد او اللي هي ديبس اوف فيلد او اللي هي حاجه اسمها الفوكس او اوت اوف فوكس. عندنا مثلا الفازه دي كده، هخلي ده برسبكتيف اهو، وهاجي اخش على الفاز دي كده اهي وهلف حواليها كاني انا عايز ابين للناس صوره الفازه تمام، واللي حواليها كله بليرد. وادي كادر اهو وهجي دي كده حلو. هتشايف تمام. وتعالى نكريت كاميرا، هاجي اقول له ادي فيري كاميرا اهي، واجي باين اهو كده يا درش. انا حسيت ان هو هيعمل حركه قرعه برضه، وده طبيعي. وخلي بالك احنا امننا نفسنا بالثلاث حاجات اللي احنا خدناهم لو حد فاكر. من الاوتو سيف، الاوتو سيف والاوتو باك والليف دوكيمنت. الاوتو باك ومن الدوكيمنت بنجيب الريكفري. تمام خلاص. فانا هاجي افتح الكاميرا اهي، وادي هنا الفي ري كاميرا اهي اهي، واكريتها في اي حته كده، واجي هنا كده زي ما احنا اتفقنا من شويه يا احمد، كنترول سي ثم سي. انت كده بقيت باصص بمين؟ الكاميرا اللي على الفاز. تمام هتشايفها. شرط عشان تعمل بقى الايفكت ده لازم يكون التارجت بتاع الكاميرا على الفاز. يعني سيلكت كاميرا تارجت، فين هي؟
شايفها؟ اهي. طب انا مش شايف عشان الدنيا زحمه. طب تعالى نمسك بقى اللي هي النجفه اللي فوق دي، كليك يمين هنا هايد، مش عايزينها. وامسك دي نجفه برضه، كليك يمين هنا هايد. ادي الفاز اهي. التارجت فين يا رجاله؟ اهو كليك يمين، كام يا تارجت؟ فين التارجت يا احمد؟ طب ما هو هو تقريبا على الفازه، على الفازه. خلي بالك هو مش معنى كده ان هو يعمل لك الفازه بس، لا انا بتكلم على الخط الايه؟ الافقي اللي في حدود الفازه، الخط اللي انت شايفه اللي انا بشاور عليه ده، شايفه؟ كل ده هيبقى ظاهر واللي حواليه كله بلير. ماشي. خلاص همسك بقى الكاميرا واجي كده الموديفاير. طب لو حبيت اقلل ده هندسه ممكن نقلل التارجت ولا؟ ما انا هقول لك بقى، استنى. طيب هو معلش، هو الراجل ده قال لي انا هعمل فوكس واوت فوكس ازاي؟ طب الوظيفه ايه؟ اهي هعمل ايه؟ من غير ما حد يفتح الصوره. اول هندسه فبالتالي الاول واحد. تمام، هخليها واحد اوان. خلي بالك كل ما تيجي تقلل رقم الاف نمبر كل ما البليرنج هيزيد، كل ما الزغلله هتزيد. هخليها رقم واحد ثم بس الصوره كده زي ما مازن قال هتلسع. الشاتر سبيد نصغره شويه. جدع، مش انت فتحت العدسه؟ فكميه الاضاءه هتخش عاليه. طب ما تسرع ده اللي هو الشاتر سبيد. يعني انت تيجي تعمل ايه هنا؟ بدل 200 خليها 2000 اهو. خلي بالك الرقم ده جزء من الثانيه. بص كده، شوف بس الكادر نفسه مظبوط اه ولا لاسع؟ هو المفروض نسرعه ولا نبطئه؟ ها لاسع ولا ازود الشاتر سبيد كمان؟ لا لاسع شويه. اه بخليه 3000 اهو. وتعالى نعمل رندر. طب ما نقلل الايزو شويه بس. لا ما انت تلعب في الايزو وهي هتظبط معاك بقى. يعني هي فعلا طلعت ان هي مش بلير. وخلي بالك لما لو عايز تجيب اللاست رندر، يعني هي فعلا كده مش بليرد. لا هي مش بليرد لان في حاجه ناقصه فيها يا احمد، اللي هي ايه؟ تيجي تقول له هنا شغال الوظيفه اللي هي اسمها ايه؟ البروفايل. وصلت؟ اللي هي ايه باشمهندس معلش تاني؟ اللي هي هندسه اسمها ديبث اوف فيلد. ايوه اللي هي دي. طب هراجع تاني عبال ما هو يرند. يبقى انا كده قللت رقم بقى عشان انت هتعمل الكلام دلوقتي، قللت رقم الاف نمبر، وكل ما باجي اقلله كل ما الفليرنج بيزيد. الشروط تاني، التارجت يكون على الحاجه اللي انا عايزها تبقى ظاهره. تاني حاجه اخلي الاف نمبر قليل وكل ما بقلله كل ما الفليرنج بيزيد. هرفع الشاتر سبيد اللي هي البوابه عشان ما تلسعليش الشطر. تمام، الاثنين دولت في علاقه عكسيه ما بينهم. ثم اخر حاجه اللي انا غلبتكم فيها احط يا احمد علامه صح على كلمه ايه؟ ديبث اوف فيلد. بس ونستنى الرندر بقى. وهفصل التسجيل عشان ايه رندر بسرعه. وصلت كده؟ هو لسه ترندر بس وصلت. لو الرؤيه بقى لو حد في ارقام ستاندر يا هندسه يا باشمهندس، لو رؤيه آه. مثلا هتبقى بالانس في هي انت هي القاعده عندك، انت ممكن تخليها مثلا 1 أو 1.2 حسب درجه البلورنج اللي انت محتاجها. وعلى حسب الشوط وعلى حسب المساحه. هندسه انا شوت عملت له رندر من جديد. انا هو اصلا بقاله بتاع ساعه بيرندر. اه ايوه معاك وببعته، هو بعته تي اي اف. طب كويس كده وصلت. حد يعرف يعمل دي؟ حد يعرف يعمل دي؟ طيب هو بعته لي على الواتساب. طيب ناخد الزيتونه الثانيه بقى اللي هي او الايفكت الثاني اللي هو بتاع الشاربن او الموشن بلير اللي هو الايفكت ده. برضك انا هرجع ثاني واقول لو انا حبيت اثبت الارقام ده طبيعي، لو انت مش محتاج الايفكتس دي انت ممكن تخلي الارقام كما هي. معايا؟ طيب الايفكت الثاني ده ليه كام شرط؟ ايه هي الشروط؟ الوقت الكادر ده انا بعته لكم على الواتساب عشان نكسب وقتي. فانا هاجي هنا كده هروح جاي واخد كادر. مثلا احمد جاي وهو بيصور الكاسل ده، فاحمد عجبه البوابه دي فهو بيصورها. انت معايا يا احمد؟ اهو. ليه؟ يا باشمهندس.
وفجاه في واحد رخم راح معدي بالعربيه من قدام، وده حاجه طبيعيه بتحصل. تلاقي وانت بتصور حد من اصحابك على البحر تلاقي بيشاور قدام الكاميرا وبيعمل باي باي، مش حاجة مش ساعات بتحصل. هتروح انت جاي كده يا مصطفى اهو، دي العربيه تمام، وتعالى بس ناخد هنا فوكست عليها شويه كده واخش زوم ان كده عليها. انت بتظبط كادر، ده كل ده ملوش علاقه اصلا بالافكت اللي انا لسه بعمله، بظبط كادر بس ده هو خلاص. واجي هنا اعملها روتيت مثلا كده اهي خلاص، واجي عند التايم فريم لو حد فاكر موضوع البلياردو، واجي اقول له هنا اوتو كي سجل، وهاجي هنا كده. يعني انت لازم تعملها انيميشن عشان الافكت يظهر، عشان دي تي بالذات هي اللي تاخد الافكت. حد معايا ولا فين؟ واطفي وارجع بالتايم فريم، يبقى هو دي اللقطه اللي انت خدتها. شايف برجع بالتايم فريم ده كده خلاص، وده الكادر بتاعك اهو كده. ده منظر العربيه وده منظر الكادر الموجود. طيب تعالى نعمل لايت، واجي اقول له هنا كده انا عايز يا احمد في راي، واجي يا مازن اعمله هنا في راي صن عشان انور المكان. تمام. عايز انفايرمنت لو سمحت، واجي هنا كده والتظبيطه العاديه خالص اللي هي بتاعت الشمس حتى لو ما لعبتش فيه، وده الكادر بتاعك اهو ده الطبيعي. خلاص اللي طلعت العربيه بس طايره عن الارض شويه، مفيش مانع ان ايه نظبطها. وهبعت لكم الفايل ده تشتغلوا فيه احسن ما تقعدوا تظبطوه من اول وجديد. يعني هبعته لكم تاني. كده اهو انزل بيها، ومفيش مانع ان احنا نكبرها حاجه بسيطه برضك. كده. واجي هنا كده يا سلمى اروح رافعها على مستوى الارض. ماشي. ده الكادر بتاعك اهو. اوكي. انت بقى هتعمل ايه؟ انت بتقول لي هتروح تلعب في الكاميرا، ادي الكاميرا سيلكت كاميرا اهي. ايه الشروط اللي عندي؟ بص عشان تعرف تقرا المثلث ده او الترينجل اللي موجود عندك ده ابتديها من تحت. هو انت عايز الايفكت ده يا احمد؟ اه يا مصطفى. يبقى انت محتاج ايه؟ اقلل الاضاءه. لا محتاج ايه؟ امشي بس معايا واحده واحده، محتاج تعمل ايه؟ اعلل الاضاءه. يبقى مع كده انت تحط رقم قليل. يبقى انت تيجي كده همسك الكاميرا سيلكت كاميرا، واجي هنا كده الموديفاي، واشوف الشاتر سبيد فين اللي هو 200، هروح اخليه 50. وخلي بالك كل ما احتجت الموشن في الصوره يزيد بتاع العربيه هتقلل الرقم ده لو بتاع الشاتر سبيد. بس خد بالك معنى ان انت تقلل الرقم فمعناها ان الصوره هتلسع، ده يجبرك تعمل ايه؟ اقلل. احنا دلوقتي قللنا ايه؟ قللنا الشاتر كتر الاف. ايوه جدع برافو عليك، الله ينور عليك. يبقى انت تيجي الاف نمبر هنا وترفعها عشان تقطم الاضاءه اللي لسعت الكادر. واعمل رندر. شوف كده الاضاءه قلت؟ ظبطت؟ خلي بالك احنا كسبنا زيتونه مهمه قوي، ان انت عندك كل ما بتلعب في موضوع الكاميرا اللي احنا اتفقنا عليها الاكسبوجر ترينجل ده بتحكم في اضاءه الصوره غير الاضاءه العاديه غير الجاما. حد فاكر؟ طيب كده ظبطت الدنيا. طب ثم محتاج بس ان انت تروح تشغل الوظيفه نفسها اللي هي ايه؟ اللي هي اسمها ايه؟ موشن بلو. بس بص قبل ما هو يروح يعمل ريندر هعيد عليكم الخطوات تاني، هجيب دي كده على جنب عشان اروح اعمل افكت. فانت اول حاجه محتاجها تعمل انيميشن للحاجه اللي انت عايزها تتحرك اللي هي دي اللي هي عباره عن العربيه. طب ثم حاجه هنا واقلل الشاتر سبيد، وخلي بالك زيتونه هنا اهو، كل ما بقلل الرقم ده كل موضوع الموشن بتاع شكل الحركه يزيد في الحاجه اللي هي معمول لها حركه. ثم اجبارا مني عشان الشط ما يبقاش ملسوع لازم ارفع الايه؟ الاف نمبر. واخيرا احط علامه صح على كلمه موشن بلاير. وصلت؟ يبقى هم اربع حاجات بعملهم، بعمل الحركه ثم اقلل الرقم بتاع الشاتر سبيد، ثم ازود الرقم بتاع الاف نمبر عشان لسعه الاضاءه، ثم اقول له علامه صح على كلمه موشن. حد معايا ولا فين؟ هو معلش انا بسال اللقطه دي خدناها ازاي اللي هو الحركه يعني خدناها عن تايم فاكر البلياردو عن تايم فريم كذا ورحت محرك العربيه بس يعني من الزيرو رحت موديه عند ال من الزيرو خدت لقطه وعند ال 100 خدت لقطه؟ لا اودي تايم فريم عند 100 ثم احرك العربيه. اوريها لك تاني بس انا يا باشمهندس مش بعمل الريندر وهي بتتحرك، هي بعد ما خلاص اتحركت وقفت الكلام ده بيطلع صوره. قصدي انا استفدت ايه من الحركه طالما هي مش باينه انها يعني باينه انها كان فيها حركه ومزغلله؟ لا هيبان ان هي فيها حركه وتبقى مزغلله دلوقتي حالا، بس انا قفلته عشان اقلل السيتنجز عشان ما ياخدش معانا وقت كبير. بس حتى لو هي خلاص وقفت؟ ايوه ما هي وقفت، انا مش هعمل موشن، مش هعمل دلوقتي انيميشن خالص، ده هتطلع صوره بس فيها بلير. هوريها لك دلوقتي حالا. انا اخلي دي كده لو، لا اخليها هنا فيري لو عشان يكسب وقت، واروح اعمل ريندر.
شوفي كده ثبات او شكل حركه العربيه زي حركه المكان. انا هسيبها بس تعمل ريلي وهوقف التسجيل عشان تبان اسرع. انها عدت من قدام المسوى يعني كاني انا باخد الكادر وهي بتتحرك اهي. طب الموشن ده يا احمد عايزه يزيد عالي الرقم بتاع هعملها لك حالا دلوقتي. بس كده هل ثبات العربيه من ثبات المكان؟ لا. طب استنى لما يرندر هستنى. بص شايف ده عامل ازاي؟ بص ده عامل ازاي؟ هتشايف؟ مش مهمش يعني الفرق بينها وبين الصورة اللي فاتت ان الصورة اللي فاتت احنا بنثبت حاجة وبنحرك الباقي لكن او بنغمش الباقي لكن دي بنغمش حاجة لا وبنثبت. ده افكت وده افكت. ده افكت لما تيجي في اكستري شوت وحاجة ده يعني. مالاش علاقة بس ده افكت وده افكت. الموشن بلير لو انت حبيتي يبقى في حاجة متحركة حد بيتحرك بتديكي مزيد من الواقعية شوية يعني كأن العربية طايرة وبتتحرك يعني. بص يا مريم كده انا هبطل ريندر كده كانسل وحاجة خلي دي كده بدل يعني لو عملنا زي المرة اللي فاتت هخليها 10 وخلي ده 40. حلو انا قللت الشاتر سبيد على الاخر اهو. بص كده لما تيجي تعمل ريندر بص المنظر العربية وهوقف تسجيل بردك على ما يرندر. وصلت دي كده؟ طيب وصلت يا جماعة دي كده؟ تمام يا باشمهندس. طيب انا هعمل حركه صغيره تاني عشان خاطر مصطفى. دلوقتي مصطفى عايز يشوف موضوع الانيميشن كانها البلياردو اللي احنا خدناها. بص انا هجيب مثلا كان في كره بتتنطط يا مصطفى كوره اللي هي زي دي كده شايفها؟ هاجي اكبرها اعملها كبيره بس واصغرها واجيبها قدام الكاميرا. حلو واصغرها كده شايفها؟ تمام. طب انا هعملها زي انيميشن. هي ده مكانها حاجه عند تايم فريم كذا يا مصطفى ملهاش علاقه بقى ملهاش علاقه بالعربيه خالص اصلا فاهمني. حاجه عند تايم فريم اقول له اوتو كي واطلع بيها يا مصطفى كان واحد رماها من الشباك مثلا. حاجه عند تايم فريم كذا وانزل بيها ملهاش علاقه بالعربيه. على حاجه اغير تايم فريم يا مصطفى اهي واروح طالع كده اغير تايم فريم يا مصطفى اهي واروح نازل بيها شايفها؟ طيب ماشي. وقف الاوتو كي هجيب دي كده ورا شويه شايفها؟ تمام. ده الكادر اللي عجبك واعمل رن. هتلاقي نفس الموشن اللي ظهر على الكوره هو اللي ظهر هنا. دي واخد انيميشن ودي واخد انيميشن. مازن انت معايا؟ مازن فاهمه؟ معاك. ايوه انيس مالكش حس النهارده خالص يا انيس. محمد انيس معاك يا باشمهندس. ماشي وصلك كده؟ تمام. كانها نزلت وطبت كانها بتتحرك بسرعه اثناء التصوير كده. هو احساس بس بيديك مزيد من الواقعيه شويه في الصور. وده تاني افكت مهم. طب لو انا عايزه العربيه تبقى بتتحرك بسرعه بس الكره بتتحرك بالراحه ينفع؟ يعني ايه تتحرك بالراحه؟ يعني العربيه ماشيه بسرعه جدا فباينه منغمشه قوي لكن الكره بتتنطط بسرعه ابطا. طيب يبقى انت كده هتحتاجي بقى تعملي الافكت ده افكت مركب يعني ده لوحده وده لوحده. ان انت عامله التايم فريم على واحد وعامله تايم فريم للتاني بس انت عندك الافكت بتاع الكاميرا ماشي على الاثنين. يعني لازم تعملي دي ازاي اخلي افكت الكاميرا ماشي على كل واحد لوحده؟ هتعملي كاميرا واحد وكاميرا اثنين يعني تعملي اثنين كاميرا وتدخليهم بقى بالمونتاج تدخلي اثنين على بعض. وممكن نعمل حركه ثانيه التايم فريم اللي هو ال100 ده بدل ما هي رايحه جايه على التايم فريم كذا اطلعها انزلها لا اخليها من 0 ل100 بتنزل فانت بتقللي التوقيت بتاعها توقيت الحركه. وصلت؟ تمام. تمام. يلا. اللي خلص ابعتها لي على الواتساب. طب ممكن حضرتك تعملها في حد يتكلم سلمى؟ ممكن حضرتك تعملها 19؟ هعملها حالا دلوقتي 19. اعملها ابعت لكم دي 19 كامل الانيميشن بكل حاجه؟ اللي ايه؟ نعم. اعملها لكم الانيميشن زي ما هي كده فايل سيف از وضعتها هنا ماكس 17 كمان واكتب هنا كده 2017
هي دي اهي وزيلها اهي وابعتها لكم. يلا اللي خلاص يا بعد. طيب بص انا خلاص. طيب بص لو انت عندك الشوط القديم بتاعنا اللي هو الشوط الانتير اللي احنا جايبينه جاهز وبنجرب عليه. ماشي. طيب في سؤال بس، هو مش احنا يا جماعه دايما بنشوف الشباكين دول بس؟ طب ماشي، ده عندي في ثلاث شبابيك هم. طب ايه المطلوب؟ انا عايز اشوف المساحه دي كده من قدام. ماشي، ممكن اروح اعمل كاميرا بالطريقتين اللي احنا خدناهم باي طريقه منهم يا احمد، او ممكن ادوس شيفت كده واروح واخد من اللي موجود. تستنصح على الايه؟ على الموضوع يعني. شايفه؟ يبقى انت كده احتفظت بنفس الكادر بنفس المستوى، يعني شفت كانك بتكوبي ايه اوبجكت يعني. ادي الشكل اهو. واجي هنا كده اقول له لو سمحت وريني الكاميرا اللي انا باصص بيها اللي هي اخر كاميرا. خلاص دي ده كادر اهو. واجي هنا ده كده همسك الكاميرا. لو معذباك هنا اجي هنا كده واقول له سيلكت كاميرا يا درش. يا معتز. واجي هنا كده. واجي هنا كليك يمين. تارجت. اهي وامسك التارجت اظبطه كده. متهيألي شفنا ثلاث شبابيك صح؟ لا ليه؟ ما هم في حد مش شايفهم؟ طب ماشي نرجع ورا شويه اهو. ارجع ورا اهو كده ثلاث شبابيك ظهروا. ايه الفوك اللينس؟ طب ارجع كده. الله 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 الحقيقه انت خرجتي بره. طب تمام هعمل ايه بقى؟ كنا زمان في بدايه ما احنا جينا خدنا 2D، فجيت قلت لك يا احمد ايه؟ روح اعمل بايديت مش ووسع المساحه. بس ده خطا، خطا ان احنا ما كناش خدنا كاميرا. طب هي الكاميرا ليها حل؟ الحل ده في وظيفه عندك جوه السيتنجز بتاعت الكاميرا اسمها كليبنج. ايه الكليبنج ده؟ هقول اشوف اوريها لك هي فين الاول. هي دي. حلو؟ وهمسك الكاميرا وخلي عينك معايا في الحدوته بس. الت كيو. ادي الكاميرا اهي. واخلي ده برسبكتيف عشان يشوف الكاميرا. الت كيو دي اللي هي الايزوليت. بص يا احمد دي الكاميرا. طب انت تشرح لنا ايه دلوقتي؟ بشرح لكم حاجه اسمها كليبنج اللي هي فين؟ اللي هي دي. اللي هي دي. بمجرد يا احمد ما انت بتروح تعمل علامه صح عليها في مربع احمر بيظهر صح؟ في شبكه حمراء. في حاجه اسمها نير كليبنج وفار كليبنج. النير دي اللي هي بدايه من هنا، يعني اجي اقول له مثلا عند سنتي 100 او المقاس 100. الله. دي بتطلع لك شبكتين، حد شايف؟ انت هنا بتقدر تتحكم في النير والفار كانك بتحدد له مساحه الرؤيه فقط اللي انت عايزها تظهر، حد شايفها؟ طب ماشي مال ده ومال ده؟ هقول لك بقى. ارجع بدي كده كما كانت خلاص؟ واروح ابص هنا بعين الكاميرا. واجي هنا كده اشيل الايزوليشن اللي موجود عندي من تحت، ماشي، ادي المكان اهو وانت بره اهو. المربع الاحمر فين يا ابو حميد؟ اهو بره الغرفه. هتروح انت جاي للنير كليبنج وتروح انت عامل كده. بس خد بالك اهم حاجه يكون خط الكاميرا عدل، ما يكونش فيه زجزاج كده، شايفه؟ تكون زي ستريت لاين يعني. حد معايا ولا؟ واجي اقدم النير كليبنج كده. طبعا هي بتبان يعني بيظهر ان هي مقلوبه او معدوله من هنا من شكل الشبكه، حد شايفها؟ يا اما تنزل بيدي كده اهي، خدت بالك؟ يا اما تطلع بالكادر بتاعك بتاع الطريق. طب ايوه ثم يعني ده، طب ده هيعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي. تعالى خلي النير كليبنج بتاعتك اهي، ادي الكاميرا، وانزل هنا كده النير كليبنج واروح مزودها كده. بص هتعمل ايه في الحيطه؟ عملت حاجه؟ لسه. بص كده عملت حاجه؟ الله 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 الله. الحق الحق دي قطعت الحيطه. اهم ميزه فيها يا احمد بقى ان هي بتعمل ايه؟ هي احتفظ بالاضاءه الخارجيه زي ما هي من غير ما تخليها تخش جوه، واحتفظ بالاضاءه الداخليه زي ما هي، يعني ما فيش لايت اتاثر على لايت. انت معايا؟ وفي نفس الوقت خدت ديبث في المكان ما كانش موجود قبل كده. وفي نفس ايه ده؟ الحق ده انت شايف السماء. ما تخلي الفار كليبنج بعيد، يعني امسك الكاميرا بتاعتك والفار كليبنج بتاعك خليها لك بعيد اهي. اهي خرجوا بره خالص اهي. حد شايف حاجه؟ وتظبط الكادر بتاعك، يعني انت ممكن تمسك الكاميرا او تيجي زوم ان كده بحيث انت ما تبقاش شايف الارض. احنا عمرنا شفنا الكادر بتاعنا ثلاث شبابيك كده من ساعه ما بدانا؟ ابدا. اهو اعمل رند.
ما هو ده اللي بيبان بقى في البروشورز اللي هي بتاعت شركات المقاولات والايه والحاجات دي، ان انت عندك المساحه واسعه وهي اصلا ضيقه. الخط الاسود ده انت محتاج تخش اندبس شويه، يعني محتاج ان انت تيجي تظبط الايه كاميرا. يعني امسك الكاميرا كده يا سلمى اهي، واجي هنا رايت كليك وامسك التارجت، والاول اعدل الخط ده، يعني خط الرؤيه ده اعدله. انت شايف ده التارجت ولا ايه؟ التارجت، انا ماسك التارجت، وخط الارض ده اخش بيها زوم ان كده شويه اهو، كأني ماسك على التواسع. اه بالظبط، شوف كده الخط الاسود موجود. ثانيه، حد شاف الخط الاسود ده؟ انت كده في حاجه شايفاها من بره اللي هو هنا تحت، فانت محتاجه تظبطي الكاميرا بتاعتك فقط. يعني اجي هنا بالبان مثلا انزل بيها كده اهي، مفيش مانع اهي. اه يعني عيني طلعت فوق بس ما حركتش حاجه. بص كده، شوف كده الخط الاسود موجود، اختفى. بص بقى كده الثلاث شبابيك اللي احنا عمرنا ما شفناهم، حد شايف؟ بص المكان بقى دبس، الدبس بتاعه بقى عامل ازاي. انا هسيبها ترندر لحد الاخر، بس بص الفرق. يبقى انت كده موضوع الكلابنج هي عباره عن مساحه رؤيه، انت بتحدد له يبتدي رؤيه منين وينتهي رؤيه فين، فبالتالي بيقطع لك لو في حيطه مع الاحتفاظ بالاضاءه الخارجيه زي ما هي والاضاءه الداخليه زي ما هي، من غير ما واحده تاثر على الثانيه. هل انت شايف اشعه الشمس حرقت الدنيا هنا؟ لا لا، بس مهندس لازم الاثنين كليبنج القريب والبعيد يبقوا في نفس الزون، يعني جوه الغرفه صح؟ لان انا شايف ان في، لا بالعكس، انت خرجت الفار كليبنج خرجته بره عشان ما يقطعش، ان هي مساحه الرؤيه، لو انت خليته جوه هيقطع لك الحيطه دي. تمام. بس جه انت مش عارف حاجه؟ شايف المرايه؟ دي المرايه اهي مبينه لك الظهر، الباب اللي موجود اللي احنا قطعنا الحيطه بتاعته. يا احمد، ايوه باشمهندس مع حضرتك، تمام صح صح. هو مجرد ما قابل كتله خلاص يعني بس، اول شكرا. تمام تمام وصلت. تمام وصلت. طب حد يعرف يعملها؟ ماشي يلا اعملوها وابعتوها لي على الواتساب. ماشي.